كنت عايزة أعمل حاجة كده، بس أنا بخاف وبتكسف إنهم يتريقوا عليا زي ما اتريقوا على يحيى وهو في فيلم يسير البحر. أمال لما تقولي يسير يسير إزاي؟ يسير البحر. لا مش هيتريقوا عليك، وبعدين أنت مش المفروض تخلي حد يتريق عليك، لازم تحط الناس حد معين للهزار. أه في هزار مقبول في هزار مش مقبول، صح، وفي نفس الوقت في الآخر قال شخصيتك هي اللي بتفرض نفسها. صح.